السلام عليكم، معكم الأستاذ مصطفى بوحداش، ثانوية الإعدادية الحسن الأول، أكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، العيون الساقية الحمراء. الآن سأقوم بتقديم درس تماثل المركزي، مستوى الأولى إعدادي، مادة الرياضيات. نتوكل على الله إن شاء الله الرحمن الرحيم. إذا الآن التماثل المركزي، إذن كما سبق لكم سابقا في المستويات السابقة، يعني ما يتعلق بالمستويات الابتدائية، استعملتم ما يسمى بالتماثل المحوري، يعني تماثل بالنسبة للمستقيم. الآن بالنسبة لنا في هذا المستوى هذا سنقوم بتحديد التماثل بالنسبة لنقطة. إذن أولا سنبدأ بأصغر عنصر بالنسبة في الرياضيات، وهو مماثلة نقطة بالنسبة لنقطة أخرى، لنقطة. إذن أ و أو نقطتان مختلفتان. الآن بالنسبة للشكل، هناك نقطة أ، نقطة أو، فهما نقطتان مختلفتان في المستوى. سننشئ ما نسميه بمماثلة نقطة أ بالنسبة لأو. إذن سنستعمل أولا أدوات الهندسية المناسبة في تحديد. إذن سأرسم أولا نصف المستقيم أو، وبعدها سأستعمل البيركار. من أجل ماذا؟ من أجل تحديد المسافة أو، ثم سأقوم بمماثلة نقطة أو بالنسبة ل مماثله نقطه بالنسبه لاو. اذا ستكون نقطه ب في هذا الموقع. اذا النقط ا و او و ب فهي نقط مستقيميه، والمسافه ا او تساوي المسافه او ب. اذا هذه المسافه ا او تساوي او ب، يعني ان النقطه او ستكون هي مماثله القطعه ا ب. اذا هنا سناخذ هذا التعريف، النقطه ب هي مماثلة أ بالنسبة للنقطة أو. هذا يعني أن النقطة أو هي منتصف القطعة أ ب. إذن هنا غادي نشوفوا العلاقة ما بين المماثلة وما بين المنتصف. مثال ثاني، الآن بدون أن أستعمل أدوات هندسية، إذا كانت نقطة M هنا نقطة أخرى من المستوى، إذا أردنا أن ننشئ مماثلة M بالنسبة للنقطة O، سنعيد نفس الطريقة، أي سنرسم أولا نصف المستقيم AO MO، نصف المستقيم الذي يمر من M ومن O، ثم نأخذ المسافة OM باستعمال بيركار ونضع نفس المسافة. إذن ستكون نقطة أو هي مماثلة، ستكون نقطة أو هي منتصف القطعة ام بي. إذن فالمسافتين متساويتين. إذا أخذنا مثلا نقطة أخرى سي، فمماثلة نقطة سي ستكون هي ماذا؟ هي نقطة أخرى بالنسبة لأو، ستكون في هذه الجهة، وستكون نقطة سي وأو والنقطة الثالثة مستقيمية، والنقطة أو ستكون هي منتصف القطعة. في نفس الوقت النقطة أ، النقطة ب فهي مماثلة أ بالنسبة لأو، وأيضا النقطة أ هي مماثلة ب، ب مماثلة أ بالنسبة لأو، وأيضا أ مماثلة أو مماثلة ب بالنسبة مماثلة ب بالنسبة لأو. هذا ما يتعلق بالنسبة للتعريف. هذا ما يتعلق بالنسبة التعريف. إذن التعريف أن التماثل المركزي فهو عنده علاقة وطيدة باستعمال المنتصف. سنمر الآن إلى ثانية، إلى تحديد مماثلات بعض الأشكال الهندسية.
ومثلت بعض الأشكال الهندسية بتماثل مركزي. أولا مماثلة قطعة، مماثلة قطعة بتماثل مركزي. سأترك هذا المجال من أجل إنشاء الأشكال الهندسية لتكون AB قطعة معلومة وO نقطة من المستوى. إذن هناك قطعة AB ثم نقطة O من المستوى. بالنسبة للنقطة O ننشئ النقطة M مماثلة A، نقطة M مماثلة A. إذن سنقوم بنفس طريقة بإنشاء مماثلة نقطة A وهي النقطة M. إذن M، إذا ستكون نقطة O هي منتصف هذه القطعة، ستكون نقط A و O و M مستقيمية. ثم نقطة C مماثلة النقطة B بنفس التماثل، يعني بالنسبة للنقطة O. إذن سننشئ مماثلة نقطة B، إذن ستكون المسافات متساوية، إذن والنقطة أو تمثل هي منتصف القطعة بسي. إذن ومنه إذا كانت M مماثلة نقطة A وسي هي مماثلة نقطة B، فإن القطعة MC، القطعة MC ستكون هي مماثلة القطعة AB بالنسبة لأو. إذا استعملنا أداة هندسية البيركار مثلا، سنجد أن هذه المسافة AB فهي تساوي المسافة CM، ستكون هذه المسافة تساوي هذه المسافة. ومنه فإن المسافة AB تساوي المسافة CM. هذا يعني ماذا؟ يعني أن صورة قطعة بتماثل مركزي ستكون هي قطعة أخرى لها نفس القياس. إذن مماثلة AB هي CM، ستكون هذه القطعة لها نفس القياس مع هذه القطعة، سيكون لهما نفس القياس. نقول في هذه الحالة أن صورة قطعة بتماثل مركزي هي قطعة تقايسها، يعني لهما نفس القياس. وأيضا أن التماثل المركزي فهو يحافظ على المسافات بين النقاط، على المسافات فهو يحافظ على المسافات. ماذا يعني هذا؟ أن المسافة ما بين النقطتين فهو سيكون يساوي حتما المسافة ما بين الصور ديال هذه النقطتين بالنسبة للتماثل بالنسبة لنفس النقطة. هذا ما يتعلق بالنسبة لمماثلة قطعة، هذا ما يتعلق بالنسبة لمماثلة قطعة. الآن سنمر إلى فقرة ثالثة وهي مماثلات نقط مستقيمية. ثالثا مماثلات
نقط مستقيمة، نقول بتماثل مركزي، بتماثل مركزي يعني بتماثل بالنسبة للنقطة، بالنسبة لنقطة معلومة. الآن أيضا سنستعمل شكلا للتوضيح، سنستعمل شكلا لنوضح العمليات التي نقوم بها ولو بشكل اللي هو أقرب. إذن أ و ب لتكون أ و ب و س ثلاث نقط مستقيمية، مستقيمية من المستوى، و أ نقطة بحيث أو لا تنتمي إلى المستقيم AB، يعني ليست مستقيمة مع هذه النقاط، لكي نتفادى الحالة الخاصة. إذن حينما نرسم، سأحاول أن أرسم، إذن هذا مستقيم سأضع عليه النقاط A و B و C، إذن هذه النقاط توجد على نفس المستقيم أو المستقيم AB أو المستقيم BC أو المستقيم AC، ثم نقطة أخرى توجد خارج المستقيم، ما دام أنها لا تنتمي إلى المستقيم، إذن توجد خارج المستقيم. أولاً سنقوم بإنشاء نقطة P مماثلة A بالنسبة لأو. سأرسم نقطة P مماثلة A بالنسبة، إذن حينما سأرسمها بنفس الطريقة سأعتمد عليها على البركار، سأخذ نفس المسافة. إذن أولاً أرسمت نصف المستقيم أو الذي يمر من أو أو، سأخذ مسافة أو ثم سأضعها بنفس المسافة، إذن هذه نقطة P، وسأضع رمز للتقايس كي أثبت أن هناك نقطة أو تعتبر منتصف القطعة AP، ثم نقطة Q مماثلة نقطة B بالنسبة لنفس النقطة اللي هي O، يعني بالتماثل المركزي الذي مركزه O. إذن مماثلة B سأرسمها بنفس الطريقة، وأولا سأرسم نصف المستقيم، ثم سأستعمل البركار لأخذ المسافة OB، ثم النقطة، هذه النقطة هي Q، ثم سأضع رمز للتقايس. نقطة G هي مماثلة نقطة C بالنسبة للنقطة O. إذن حينما سأرسم هذه النقطة، إذن صورة، سأرسم أولا نصف مستقيم، ثم سأعتمد على، إذن هذه النقطة هي نقطة G، وسأضع رموز التقايس. دائما يجب وضع رموز تقايس لإثبات أن هناك منتصفات. إذن في هذه الحالة، بما أن النقط A و B و C مستقيمية، فإن أيضا النقط P و Q و G ستكون مستقيمية. يعني لو أخذنا مسطرة وقمنا بتسطير ما بين هذه النقط، فإننا سنجد أن هذه النقط الثلاث فهي تقع على نفس المستقيم. إذن نقول إنها نقط مستقيمية. إذن نقول بطريقة أخرى، نقول أن التماثل المركزي يحافظ على المسافات بين النقط، يحافظ على استقامية النقط، على استقامية النقط. يعني ماذا؟ إذا كانت نقط مستقيمية فإن مماثلتها ستكون مستقيمية. لو أخذنا افتراضا نقطة N لا تنتمي إلى هذا المستقيم، ورسمنا مماثلة نقطة N بالنسبة لO، فإنها حتما ستكون هي نقطة أخرى N بريم، ولكن فلن تكون هناك استقامية،
بما ان ان لا تنتمي الى المستقيم ا بي وليست مستقيميه مع النقط او بي وسي، فان ايضا ان بريم لن تكون مستقيميه مع النقط بي وكا وجي. ولمحاولة تطبيق هاتين الخاصيتين سنمر إلى إنجاز تمرين سيكون موجه لدعم هاتين الفقرتين استقامية النقط كي يكتمل المعنى. إذن بالنسبة للتمرين فلدينا هنا تمرين أمن مثلث بحيث المسافة AM تساوي 4 سنتيمترات. E نقطة بحيث النقطة E تنتمي إلى القطعة AM. أنشئ نقط بي وسي وإف مماثلات نقط A و B و E على التوالي. ما معنى على التوالي؟ يعني النقطة الأولى A و B A و M، يعني أن النقطة A مماثلة B والنقطة M فهي مماثلة C ثم النقطة E فهي مماثلة F، مماثلات على التوالي بالنسبة لنقطة N. إذن الآن سنقوم بالإنشاء بتماثل مركزي بالنسبة للنقطة N. سؤال أول، أرسم شكلا مناسبا. اثنان، حدد المسافة سي بي. ثالثا، أثبت أن النقط A B و C و F مستقيمية. أثبت أن هذه النقاط فهي نقاط مستقيمية. سنمر الآن إلى الحل. أولا سنقوم بإنشاء شكل مناسب لهذا التمرين، سأعتذر على عدم استعمال الأدوات الهندسية ولكن سأقوم بشرح طريقة الإنشاء. إذن لدينا أولا مثلث AMN، مثلث AMN، مثلث AMN بحيث أن هذه المسافة AM تحقق شرطا ثانويا، وهو ماذا؟ أن تكون المسافة تساوي 4 سنتيمترات، يعني أن نأخذ المسافة AM فهي تساوي 4 سنتيمترات. E نقطة تنتمي إلى القطعة AM، يعني يجب أن تكون نقطة E هنا تنتمي القطعة، ويجب أن نتفادى الحالة الخاصة أي لا تكون نقطة E هي المنتصف، إما أن نضعها قريبة شيئا ما إلى A أو أن نضعها قريبة الـ M. إذا نقطة E. إذن كيف هي النقط A و E و M هنا؟ فهي نقاط مستقيمية لأن النقطة كتنتمي. سنمر إلى
أنشئ السؤال الثاني وهو أنشئ نقطة ب مماثلة أ بالنسبة للنقطة إن. إذا سنستعمل المسطرة أولا، هذا هو مركز التماثل الذي سنستعمله. إذا مماثلة نقطة أ، إذا سنرسم أولا مماثل، سنرسم نصف المستقيم، ثم نستعمل بيركار لوضع لأخذ المسافة إن أ. هذه النقطة ستكون هي النقطة ب. النقطة ب هي مماثلة نقطة أ، إذا يجب أن نضع رموز التقايس. النقطة الثانية هي سي، فهي مماثلة نقطة إم. نقطة إم هي هذه، مماثلتها بالنسبة لإن هي سي. إذا سنرسم أولا نصف المستقيم، ثم نأخذ المسافة إن إم باستعمال بيركارت، وهذه النقطة ستكون هي النقطة سي. المسافة فهي متساوية، المسافة إن إم تساوي المسافة إن سي. ثم النقطة أ، النقطة إف فهي مماثلة أ. إذن النقطة أ سنرسم مماثلتها بالنسبة للنقطة إن، ستكون هذه النقطة، إذن هي نقطة إف، سيكون الشكل كما يوضح هذا الشكل التقريبي أمامنا، وسنقوم فقط بالتركيز الآن على البرهان أو الإجابة على التمرين. إذن السؤال الأول، حدد، السؤال الأول هو حدد المسافة بسي، حدد المسافة بسي. لدينا ب مماثلة أ بالنسبة لإن، ثم المسافة نقطة سي هي مماثلة النقطة إم بالنسبة لإن. إذن هنا نقطتين وهنا نقطتين، ومنه فإن المسافة أم فهي تساوي المسافة بسي. لماذا؟ لأن التماثل، التماثل نقول يحافظ المركزي يحافظ على المسافة بين النقط، وماذا نعلم؟ نعلم أن المسافة أم تساوي 4، ومنه فإن المسافة بسي أيضا تساوي 4 سنتيمترات. بالنسبة للسؤال الثالث، بالنسبة للسؤال الثالث، ما أثبت أن النقط B و C و F مستقيمية. أثبت أن النقط، أثبت أن B و C و F مستقيمية. إذن ماذا لدينا؟ لدينا النقطة B هي مماثلة نقطة أ بالنسبة لإن، ثم النقطة سي، النقطة الثانية هي مماثلة إم بالنسبة لإن، ثم النقطة الثالثة وهي إف هي مماثلة النقطة أ بالنسبة لإن. بما أن النقط، هذه النقط وهذه النقط، النقط، النقط أ و إم و أ مستقيمية، إذن أيضا فإن النقط ب و سي و إف مستقيمية. لماذا؟ حسب الخاصية، لأن الخاصية، لأن التماثل المركزي يحافظ على استقامية النقط. Salah ini.